معلم جعفر، كريم فتح الله بيضرب الست دلال في الشارع. ايه؟ هلبس حريم عيلته اسود بيت ايدك على مراتي يا كريم. مش عصب ابنك اهو يا حماد. يا كارم انت لو بتفكر في الانتحار مش هتمد ايدك على مرات يا كارم. احمد فتح الله، حقك تزعل على ابنك يا حماد بس مش بمزاج. من يوسف الله يرحمه ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغه، لشوق الله يفك سجله، لكارم الله يدوق راحه. ما شفتش راجل في عيالك يا حماده، راجل يوحد ربنا ما شفتش. يا حماده يا حمايه لا يا جعفر، جعفر لو ليه خاطر عندك والنبي موت لي واحد والنبي بلاش يبقوا اتنين والنبي يا جعفر عشان خاطري والنبي لو ليه خاطر عندك والنبي ما يبقوش اتنين والنبي يا جعفر عشان خاطري. خليك فاكر ان اللي حميتك يا كرم حرمه، اللي رحمك من انك تجاور يوسف اخوك في تربته حرمه مع انها من دمك، بس ارجل منك. عارف ارجل منك ليه؟ عشان معاشره جعفر العمده حرمه، عشان انت من دمها استحرمت اهانتك وانت استحلت اهانتها قدام اهل المنطقه.